بسم الله الرحمن الرحيم دعوة الكسر وضع عيرو تي بي يبرامج كني مع الله عندي سوكت بجلي عد بان دي سلام لنا ملول بعد زوكتان يحلو البيدي تاي دعوة يال مالمهان وحانو فوكس كسرنا ودول استاقنا دور شوية كسر سومال لان وحينا نغت هاي واعي قلن انا دادك وشيقنو سينا او خلدمين اما او كتسومين وحا ميشك جيرو وحلي كوبان وهم بو تغيسة ذات كبر كتبه مركز ولا صعدة إن صحف أبرون وكسر له برامجك بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هرجل ونكسن أيام ولين هاي دعوة يا سيدا سيدا عطشيب تي برامج شدينا نوحقوق طبعا إن نلقو كتسومين وحلو يا الدور شدة كسعود سمالا أو مالما كوبنا ضد بدن عاد موجودين ذات راعين يان وجدب جل يان مركز أرماسا وجدقينا برشلنا واتهاي إن وحكو دي إن أرتا إن سومالي مركلة يقو أما الله سومالي يا إستري غيرها ما إستري ترى كده بيرسي إساق ما إستري ترى عند ترى بدن وسؤال مدن رنتي أو لجور وريجو وأنا إنت بدن لقصة لأن حقيقيين نبتع عد إستري سمجرت ويا وحى واحترى أرتا والدولة أما وهي أدم ملح بنان أو نقالة يا أجب يو كرسوني كيستقبل شده تركوب ها وجودن بيه سيد عادي على دولة دي الصومالية ده هل جاي يدك تركوب كلا سمج جارته وجودن بيه لكن هذا واحد ترو تركوبيو أي سمايان هاي هذا ما له بنان وكسر على يو أنت يو كوبا جبركا بركا دوامنا واحد ترو تركوب كلا سمجي وضد بدن ورنت ديجا جاي يكون نقدين أي ترو عن الشيء بدون نق طبعا واجرتي سؤال شو واحد كوي دي واحد ترو حوصلع إن رجال هم كويمت رجال كده بيرسيجا كويمت وحن مقلا مرك خركيس إن الاستعمال مجا عاصم مرون وحن استعمالا إن حلي عن دور الشدة أي تاي بالبالي أصوب عين لكن مرك وحن الدورنا يسكو دورن كرين مجا يجود مرك إن وحن أرجنا إن كده بيرسيو كم بال كم إذا بالها يساق حكي أنا حلي عن وحن فنتي إن واحد شلا وهي بحر لقد حلي مملكة لبحة سومالي لان السياسة حمراء أيها وحي كم تاي إن مقام كي برشادة قد برسية بلارانا صدح دو الدن دقن إن أو حاصل دعو مقام كي سياسة دا وحانا السبب وعاه دادك الدركة وغجرة أي شاكتيني سياسيين أو كوغان عسان حدبة وحال لغوية لعدو إن قد برسيقو وعمد بلاران تركوبك هادل كي عدكو بلوضي أي عربينا قصو النقضو دوان وحال لسميين لور بلوض كهر صدح دو الدن إيتوبيا يا جبوتي يا صوماليا قانا حان قبلادو وقوي فيراها دقن أي تركوب مدح بنان أو عالم يحل السمي قبيل كو اوغو بدلنا قد برسيمو نقدي ماركا لا نقوتو عيد دغن جيبوتي اي ايتوبيا اي غوبلاد وقوي او سوماليا ان فونتي ماركا لا غادلينا وخا لا تركوبيي با حد ددك غوبلكا حد فافن ليرادو اي غوبلكان سيتي حد لو بخيي او شيني لو ورن جيري ددك ودا دغن اي قد برسي اي عيسى جيبوتي ايا حدنا لا تركوباي غوبلكا اودل غوبلكا وقوي غلبيد ايا حدنا لا تركوباي dadka ugu badan waxa noqday dadka gudaha bursiga laakiin tiradu mararka qaar waxa shiiqiya oo hoos u dhiga siyaasad xumada iyo hanaanka siyaasadeed ee marka muuqda marka horta marka tiradu ilaado in kama badno oo hadda labada beelood ee hadda ku loolamayo waxa hadda loogu yeeray Soomaaliland ee gudaha bursiga isaga oo kale walaba reer oo dhig ah laakiin sida aan ku sheegay xardidi lala helay shirkii Shaacal Johor horantii sagaashameeyidi ayaa hoos waxay u dhigtay yani maqamki wayo taasi hadan marka aan dul istaago shirkasi markii la qabtay saar hore u sheegney beelaha reer Sheekh Saxaab baa lagu heshiisiinayay laakiin iyagu waxay u rogteen in nidaam dowliga loo guurayo dibadda markii loo baxay reer isbeesh beelaha isaad waxa loo kala saaray laba haamood waa Habar Habuush iyo Habar Magaado marka Habar Habuush iyo Habar Magaado de wax uma qaataan laakiin waxay isu kala saaran jilib jilib iyo quraan quraan iyo xaafad xaafad reer awdal markaa muumadii gudub bursi oo laba iyo soddon beelood oo meesha fadhiya ayaa reerka isaaq waxay isu kala saareen sagaal waxay ila sagaal baan wax ku doonaynaa gudub bursi oo laba iyo soddon beelood ana waxa lugu waxa waa ila saddex beelood ku qaadatan marka halka qiyaana ka dhacday qiyaanada marka waxay sababtay in loo tolo nidaam mala awaal ah oo ilaa maalinka maanta la kala dhaxlay haduu fiirso qolana waxay ila sagaal baan wax ku qaadanaynaa sagaal haamood qolana waxa lugu waa saddex haamood wax ku qaadatan marka saami isku mid ah ma imanayo laakiin hadii hore la may anaga laba iyo soddon beelood bannay beel waliba waa inay xaqeedaha shadeegada bursiga berga joogay ama siyaasiyiinta oran lahaayeen maanta waxaan ma dhaceen Soomaal garan intaas waxaa dheer marka hadda ololaha uu jiro
قدو برسوق بل ولا ما والله بيش دك هبلات كم ده سياسة دودة سياسيين تودة أدياش دودة صوبها لكن مركا إنه قطين بلها رشة صحاب لا لا قرمه وهذا ما قال شيء يقول لي أنا هو قدو برسيا ده أنا هو ساق متشر تدي ساق وخيره قدو برسيا وخيره مركا خيره والبو قدو برسيا وجلب ولا بقى وإنه حق حقوق دي صدام تهدي وأمن سيني هاي دين نام كان إنه واحد شريان سمعت هالكتي هالك هوايا مركا اسمه دافكا هالك هو كتشر واجتي إن ما تأو حرمنا سفي علينا دول استجنوا إن حفلة آد لقى مقابي سهر سر لقى مقابي وهربوا ذي إن أحمد ياسين أكس اللي بان أحمد ياسين أحمد ياسين أو سي آد ولا بسن مش أكها اللي آد وفاني إن وحو آد وشرحي إن إلى وطن إن حزب جودني إن عرق يا محمد علي أو كل من إن هوها حزبك الحزبك كا معناته ما معناه قرشها ما إن حز إن حز إن ماذا فينا مصرحيته إلا 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 سي لكن حزبك كلا معيه معناه كله ما وحلو بعدها يفهم برشيد إنه من يفهمته ماشي هلك وحبا هلك وحبا وغرناه خيانو يبقى كتيرة صح إن حزبك ودني رنتي وانو فهني وحامشرح وعذره يا محمد علي وأنا حس بيجا رنتي هذا لان إيرنا يو وهي واحد أقول ما قاعد درين سومن لان تو صب إيج صب لغوش ويو يو موسى ولا متجاهبين يو يعني وان نام ضد كلا ربنا لغو قلاميو ولا قد يجو موسى وان نحن عرنا وان نو نحسن أرت أرتيا سال يبين يا and بحال كذي هذا ورا واحد مركا وقبطة ده كلها ورا بابا حلوة جا بروين وقبطة مركا وكلها قفل بهالجد يورن يرجع بلط قطورة قف كيرا الله مسكين كيس كداية وصير دبع سنة يو تلاعة إما كمركا ودني ضد كي وحكفة إني سنة يدرين كوجا أو قف والبو يقول لي ما لا هذا قرن الله ما لا هذا قرن الله مو صدي عرتم يو أو دبعت كان أو دورك إيبي أي وحو قيمة وسيالي لكن يو كوحديسة مركا ودني سببته كه لو قلنا مانيين وين لفهمه كه وحمسول كأن اللي أنا عاشي وبيش عبرت على كسوتشيلو عبرت على رنتي وانو قرنا هنا ده هرينا وانو قش كأني وحال دون يا مركا إن ده كله قد عديو إساق أنت يا جوب بدنيت أي حسب لو كم يدورس أو قر حجس يا عبرت على سو ما أتكلم غير أول مركا وحلقي يبين يا أنا جو رجع سحقة ده كي جوب ترى ده بدناه صعنا ما أنت يوسف فرصة إن الآفل شلنا وحلو لها فرصة بارخيستان درنا أن فرصة بارخيستان فرصة دان مركب وامد أيضا غير أول سياسيين تودنا مرنا إذا كفى إنسان وياه سياسيين غير أول الوحق وجن أو أديارسن أو نظام أو سامي خيسي أو وحي حد ولا كمان لها مثلاً نقول بدينا عبو على ريا مال محاسي أيو يبين يا حد هنا وحلو سو يستعبيا سو مال لنا وحنا لقمة وقلو وأنا لنعبي هاي يعني إيه كده؟ شال مركو درك فدي وضدك أو درينك ودي كعينة ورقالها ضمرك كجورنا هنا وحولها سمال لما وحكيه لنا ما نت بري أنا وحورد أنا وحمس أنا لو ما قال مركا كا وأسأل لفتي سوقين ولا سوقين يا مركا كا ملك لو كسبه كرنا بجلتو هنا حاشي يعني ما كان يو هذا برواق لفتي سا وسامي سوق أو وقانسار أيو كجرا حس بكان هذا ودي سيل إلى هلا تاجره وحنا أول مركا وحل يبين يا سياسة السوق تعالى أو حبلا هي معلومها وصعونيس. أحمد ياسين يدخل ببرتان أحمد ياسين وحوها ده نكي قرب أردي مالتي جارية إن سلاي قرب أردي هذا لما ركوا قط بدينا يجري إن مركب إسكرابا بدي يالله خاصة دكتورنا لو قسم هنا معنا ما هي دولدة العقدي بس دكتور لو قسم هنا ما إسكراب إسكراب برادين هنا. جودهان أنا جو حان قبى سياسيين تغير أوضل وأنا موجود بيال وأنا عن تاريخ ده وحروق كبرم كل موجود ما هن أحمد ياسين إني لما أنتوا مرير كده أحمد ياسين وبلو وين وريكا وبدل أبين توشي كده رنتي وحويان أنا وحان قبى إني هين موجود بيال أو مركا أي وحدونا يانا أي بلشودو ده يعني لاب لكايو بير الحوسي بير قيلة صور استاجن لكن مركا هدو وحاري فلدار كلا دعان وبعشو الرجال ما تكتو قدر بيفرستان بركان هو حان قبال كل جود من رمشي يجي يكون متشو سو ما تقدر بركا أرنتها بريجا مركب كسكراب كها نلاو سمينا يايو سيلانيا وحنول السيء يو يعني ضد كا شعب كا كل هذا
وهي لقب تمن بنت سياسيين تا. أي ولفت بنك مدر جان بنك مدر جان. وصل بنا قلطي دخل بنبر لقوله فطي ما أنت عدنا محد نوش يجلس ما أوران كلام. بس الشعب كي سياسيين تي يجي لفت هذا وحي لبنيال وسين نقدين كون دل أنا قام بس أسكلا هاد كهذي سو عمل لا يد لبنيال وسين نقدين. وأقرتي إن وحولها الرئي محمد مركل الدور تو عدك الله تريس وحني مدي مركيبه وحياة خمسانية الحزب كا. يا إن رأوا ذلوا جودانو سمرانو سمران تصلوا يا أو ما يعجود بالسياوة. إن فنتي يوزر لبسي وعيان ترك على أول لقى دحلي نظام كان سومالي لانت الله بحر فنتي هذا فنتي كهذا. دام قلنا لو سمي. هذا فنتي كهذا إيه خورا الله عالم يقال لقى قري يبوقت عالم يقال يمجع جود مرتبط مدني وجد بورسي سمران مركي له حسب الله نعيا أو حال لقى دحلي. والسياسة ده هرجيسة تالله، إن برشة ده الله كله قيبيه، خاصنا لو ديجا ما قرروا، سمعت كلام، مركا مركا للي هي سمرهم وحلقت تجاي أمد بنا أوجد البورسية، هي مش عسكر مكان، وأنا غلط، هذا دارنا سؤال أدلستي قبيل أفكسو قال واحد سو، قبيل كم جاي يصير مرتبتي سشك، سمعت كلام، مركا وحنا وبر الحوسي، قبي جوده وبر الحوسي وحنا. وحيري وحنو هلينا حقوق السجن بانو هلينا تردين لقى مغنيت بانو هلينا إن نيك الدبان دوران دونه إيه هل كان كتير دونه إيه هل كان أنا مجيء نكون دوران دونه وحنو قدونا نيو ناكسن إن وحي وضر هديل على ده محمد علي محمد علي مكرته إنه لامبركي سوعلين أما وحقبنا مكرته نيو ناكسن إنه يمدوا حكه الرئيسة وحنو ناكسن إنه ماشي يلا آه وحن سمال اللي قاعد صار كل شيء وقبائله وترتمي إنه كلا عد جوستان هنتيل لبابا دول النمي يهيك كلا ما صعدوا نيكستو ونحسين هدي مش هراء أو ضل جوستان هرجيسة وحول كل ميا بيجي جبع سوتها مش هدي وديخ يودي ليزي بكتيرة بكا نيك ونحسين وحول مدي سو كين كلا مش مرك وح ونحسين كلا أو ضاد إجتو أو جرنخسي وتشلو أو لس احترامي سمعت كلام. ماشاء الله حكيت جرو كاديبان صعبي دوف بان صعبنا لوكاي بان صعبنا أديهم حق صعبتي. الكرال وديه دون إن إني ما كنا على تر تمام. ده يقول دوف يا كاديها عمان. واتاي دوري ال إن واحد نقل سعتهم وأيرو تي في وبرنامج كلي أبرز شو مالون بادي شو دينني. رونا هانتي إن ما دام عندول استغني مال ما هن أنا كاد ليني دور شوي كا سمالن. وحين نجته وعجلن إن دتك وش إنه بنت لوس يجي إن كديكتون هذا. ماشاء الله حنبو دهم بعرفك إن عسكرامة ده يصير وطلع إن وقدم بين محاس دول ساري إن قد بيسكر محاس دول ساري معيون نقوم ويا سدي ساقه كلا بعلاه فرح بدل وشيء جوا حبرها بدل وشيء جوا محاس دول ساري هل نعكلي محاس دول ساري سام هري مركه رشيع ناي خبائل هذا الصومالي ده مركه لقى حد يو واحد لو يقع إنه غيرها يسدي لوك على ساره يسدي ترم كويهاي كذب سوق الحكومة الريرها دوشة صرقات كوجا بدن وأنا غير بلارن لكن بمستها مدام وحيه بيكلو جوي وصدح وتفوك على دري لقال عن السياسة عن الله ويقي لقنا عن إن بدن وحي لقب التمين إن إس أروريان أو هوس أو شيقان ما مركان مركو يمنا ده وسيسك بخاعي أركتي ده مركا أورانيسا مركز لولن كان أما واحد لك الجدنا يو إن غير الله نقضه والله بيصدق كابيلو أفر التوان لا أفر التوان ماله يه يسقال ماله يلبي التوان ماله هل كي وسيدا هرو شيء غير ولا بق ودي هبرا بقول نجمة يجترو غير حج سول نجمة يجترا عرب بقول نجمة يجترا سيدا سيدا يهبر جاله بقول نجمة يجترا يعني سيدا إياك وبسوك على سارة إلى إيه مرك الله إسك على سارة سامي قا بدن هي مرك الله إسه سوق هوا يعني وحوي يجا مرك عدالة درة مشا كشرتو عدالة درة ده وحوي إن ما تتصالير باكو شيء جا المانتا ان هاور اولو كالت دمانتا ليرادو سامي هاور اولو سامي كالت بوسيو ابو سيمون دوارين كالتا وارين سياسيا وفهم ملايا مجد باها هاكي سفري وفهم ملايا يعني وهاويا مركا جيل مركا يغنى انا وين جيل مركا اغتا مركا تاو هاي كنتا ان الدحسي سي ان مركا ان دكو اي مركا دمبي حتى امكا وها هير وعلى غيري هبرها باش هرش اقصى مكا لاتريو يسود مالان إنك تبصي له قصة ترى هدو في السو وأنا وحيابها غلط كأوبها هني الصحب أو أي شعب كنا لقب صدين أو ورباهين توي لقب صتي أو سياسيين توي سيدك كنا سيئين سمعت كلام أقرأ تاسي وغلطات كلا جد حلي
maamul xumada waayo umadani haday wax ayaga leeyihiin ay la iman waayaan de waxay ka mid noqontay beelahaas iyo habraahaas ka mid noqon marka anagu waxaan aragnaa umadani sida kaliya ku badbaadis waxa weeye umadan gasbuursi wax ayaga leeyihiin maamul leeyihiin in istan walaba ay sodon beelood weeyaan laba ay sodon wasiir bay samayn karaan laba ay sodon aaqil ama suldaan bay samayn karaan laba ay sodon siyaasiyo matal ay samayn karaan cid u diidaysa ma jirto iyo saddex wax ka badan 13 xidhiba ma samayn karaan maantana waxa weeye wadi arkay waxa lagu soo sheegay wax loo yaqaan dhaqdar oo aan shaqeynin oo marka uu yimaado loolana kala cararo nin walba beel noqonayo marka la yiraahdo de reeraha uu gardhiganana dhaqdar aan jirin oo aan shaqeyn oo aanan waxa uu yahay aan la garanayn iyo la soo mutaxayn reerihii kalena way ka hareen oo saami ahaan iyo dhaqaal ahaan way uga hareen waa gartay in ugu dambeyntii axmed yaasiin aad buu u ammaanayay beesha habar jeclo ma beesha habar jeclo soo dirsatay ma xisbiga kaa buu ka wadaa maxay tahay wuxuu aad u ammaanayay codyadii dhexgalay dowladnimada noo dhisay waxbuu lahaa bal arrintaas adoo soo dadejinaya orda runtii kusii fogaan mayno laakiin hadalku waa afgabaadsi baa la yidhahda af soomaaliga marka aad doonaysid inaad qof meel aad xoqxoqoto waad ammaan baa jirta wax liyaada soomaaliduna ammaanta aad bay u jeceshaa abar jeclo waa reer ka mid a reeraha isaaq wax uu tii dadkooga ka waayay meel kale kama heli karo marka markaay noqoto is-xulufaysi haddaan kaftan ku daro reero badan oo habar jecla oo gadabuursi ahaa jira weliba axmed yaasiin jilibkiisa reer ka mid a oo reerkaa ku jiro de gaashaandhigga habar jecla ka mid aha jira marka haddii dee is-xulufaysigii hore uu gacwacan haadinayo waa goonideeda marka anagoo kaftanka weliba sii ballaarinayo bulshadan isaaq 50% waa dad gadabuursiya asliyan laakiin maanta nin walba halkiisu ku engejistay iyagana way soo gihiin annagana waa la ogana taariikhdana way qoraysaa soomaalka haddii markaa dadkii islahaaye isbahaysiga ama walaalaha ay dib isugu soo noqonayaan way u furan tahay laakiin arrinta in la siyaasadeeyo oo hadhow haddana laga noqdo taasaan u aragna annaga wax qalada waa gartay daawadaan intaas oo kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka uu ka hadlayo axmed yaasiin axmed yaasiin kolley waa axmed yaasiin koorade mid cusub ma aha laakiin barnaamijka ku hadlayo xagga dambaad iyo kaga soo gelin doonaa barnaamijkeena intaan ku kulmayno barnaamijkan barnaamij lamid a daawadayaal aniga iyo suxuuf abrani waxaan idin leenahay maalinta idin wacdaafto ugu dambe aanu inagu soo saqajaabin in gobolkan laga diraa la doonaya maanta walaalayaal reer awdal guud ahaan samaroonow dhammaantiinba waxaan leenahay in gef laguu geysta aad dul qaadataa gunnimo maahe waa gobannimo waa goortinimo waa sharaf dulqaadka iyo sabirka iyo saamuxuba diinteennuu ku ammaanan yahay dadnimaduu ku ammaanan yahay dhaqanka soomaaliyeedbu ku ammaanan yahay walaalayaal intuu kuu yimaado haddana igu dooro dhibkan kuu geystay cod igu sii inuu ku yidhaah taa in la aqbala gunnimo gunnimadu waa taa gunnimadu waa taa walaalayaal runtii hadalka wuxuu inoogu dhan yahay intaa uu suldaan ciise yidhi oo waxaad qurux u aragteen baan qurux u aragnay waxaad sharaf u aragteen baan sharaf u aragnay wixii idin deeqay baana deeqay dhammaantayo waxaa beeshan ka go'an inay ku hubsato aqalka dalka looga taliyay madaxtooyada somalilan murashaxiinta dr cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro iyo musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ambassador maxamed cali ow cabdi isla mar ahaantaana waxaa ka go'an in saacadda labaad ee codka la tirinayo marka 8 subaxnimoba musharaxiinta madaxweynuhu guulaystaan 9 subaxnimona in xisbinimada kaah diyaar tahay ayaa ka go'an maanta xafladdani markaa waxay daaran tahay codkeennii madaxtooyena inaan guddoonsiino ambassadorkeenna iyo madaxweyne ku-xigeenkeenna codkeennii xisbinimona aynu guddoonsiino guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka reerka kan aadan yoonis dee waa reerka banka diida waaleed iyo hagu dacalladeeda dega dad waxay yidhaahdaan ka noqnoqdo ma aha haa hadday yidhaahdaanna haabay kaga meel martaa maya hadday yidhahdaanna mayabay kaga meel martaa marka ma naqaan warwareega sharafkaasaana lagu yaqaanaa horteed baa go'aanada nin reerku isla gaadhay in dalku u jihaysto isbeddel isbeddelay hoggaaminayaan isbahaysiga labada xisbi xisbiga iyo ururka wadani iyo ururka kaah dabadeedna waxaanu qaadannay inaynu sidaa ku dhisno nasiib wanaagna baaqii ka soo baxay ceelaf weyne ee beesha bariga burco horaan uu yidhi war beesha caalamka beesha bariga burco iga xigta iyadaa ila dhalatay iyadaa ila nool
iyadaa xajal ay qabto horey dalka u badbaadiyeen dalkani inuu dagaal sokeeyo iyo civil war u dhubto horey uga badbaadiyeen maantana sidii uu horo ugu socon lahaa dalku ku midoobi lahaa laysugu calool fayoobi lahaayeen ayay ummad u horseedeen runtii baaqa siduu yahaan uga jawaabno ku qaadanay waxaan halkan ka direynaa labar jicloy hortiina qaadanay markaad ku baaqdeen idin la qaadanay waxnagu ma beeboonaa ma u yaan idin ku beeroobin kama baxa